هاي اوتو فوكس، اكيد من جديد بطل عليكم المشاهدين عبر ام تي في، وكمان رجعنا نشوف اليوست كارز باوتو فوكس. كنا لفتره طويله مع سيارات البراند ديو من الشركات اللي استعرضناها كلها مع اوفرات ممتازه عبر اوتو فوكس. اليوم رجعنا نشوف اليوست كارز مع سياره كمان ممتازه جدا، سياره تعرفوها كثير منيح، رانج روفر سبور. الرانج روفر سبور اللي لقى نجاح كثير كبير مش بس بلبنان، اكيد بالعالم كله. وسبور كان اول مره بتصدر شركه رانج روفر نظام الرياضي او سبور، هو كان بعام 2005 مع الطراز الثالث من الرانج روفر، الطراز الثالث اللي كنا نشوف منه الفوغ اكيد. ومن بعد سنتين شفنا طراز سبور، وبقي لحوالي 7-8 سنوات بنفس الطراز وبنفس النجاح ايضا. رح نشوف بعد حوالي السنة ونص من هلا الطراز الجديد والثاني من الرانج روفر سبور مع طراز اكيد الحديث للفوغ اللي عم تشوفه حاليا بالاسواق. رانج روفر سبور معنا اليوم أيضاً 2006 بأوتو فوكس، ماشي 64,000 مايل بمايلج ممتاز جداً نسبة لأكيد السنة اللي صدر فيها الرانج روفر. سايد فيو شايفين كمان أكيد أنه فيه أوبشنز زيادة مع سايد ستابس الموجودين فيه لسهولة أنه نكون بالرانج، إذا أكيد خاصة السيدات اللي بيكونوا رايحين على سهرة بحاجة كتير للسايد ستيب بالسياره. شايفين فتحات الهواء كمان الحلوين كتير بهالرانج روفر دارك جراي اللي معنا اليوم، اللون كتير مناسب له مثل ما شايفين. وصولا لاكيد للفرونت فيو مع اكيد الفوغ لايتس واللوك الاعتيادي للرانج اللي بتعرفوه كتير منيح. هالرانج روفر سبور 2006 اش اس او اذا هو لوكسوري اس يو في، يعتبر يعني اس يو في كثير فول اوبشن خاصه من ناحيه الاوبشنز الموجودين فيه. ولما نحكي اوبشنز خاصه بالداخل عم نحكي عن الفرش الجلد اكيد، عن الصن روف جلاس، وصولا لنظام الكمبيوتر بالسياره وغيرها من الامور اللي رح نستعرضها سوا. 6 CD changer, Armand Cardon sound system, climate control multi-zone AC, 6 airbags, front and rear sensors, وصولنا للXenon lights و options مثل ما حكينا كتير كتار بهالسيارة يلي اذا كانت ناجحة جدا ولا تزال ضمن شركة رانج روفر. بدي اذكر انه محرك رانج روفر سبور هو الجاكوار AJ، يعني الشركة البريطانية استعانت بمواطنتها جاكوار أكيد لتصميم المحرك الرائع لهالرانج روفر اللي هو كمان 4.4 لتر بسعة 4.4 لتر، وبتوصل قوته للحوالي 300 حصان، تقريبا 295 حصان قوة هالرانج روفر سبور. على سرعة دوران بتوصل ل 5500 دورة بالدقيقة كار بي ام. كمان بدنا نحكي انه قوة التورك فيها او قوة الدفع الماكسيمال بهالسيارة بتوصل ل 425 نيوتن متر على 4000 ار بي ام. كمان سعة المحرك هي 4394 سنتيمتر مكعب حجم المحرك بهالرانج روفر، حجم كتير كبير اكيد ووزن كبير لهالرانج روفر سبور، يعني ثبات اعلى على الطريق. اكيد نظام الدي اس سي موجود، دايناميك ستابيليتي كنترول، وصولا للستابيليتي كنترول بالسياره كلها، اضافه للفور ويل درايف سيستم اللي عندنا اربع فور ويل درايف مود حسب نوعيه الطريق بنتحكم بنظام الفور ويل درايف خلال القياده. عندنا كمان الكترونيك تراكشن كنترول في اي بي اس وانجن مانجمنت، وعندنا الهيل ديسنت كنترول كمان من عضو كثير خلال قياده هالرانج روفر خاصة على الطرقات الصعبة وكمان بالنزلات القوية والطلعات القوية. ABS موجود، 6 automatic transmission with command shift mode موجود بها السيارة. اذا كل هالاوبشنز موجودين بهالرانج روفر سبور يلي معنا اليوم 2006. برجع بذكر ذكرنا الاوبشنز الموجودين بداخل السياره وكمان الاوبشنز ناحيه المحرك وغيرها. بدي ارجع اذكر انه هالفيرسيون من الرانج بعد الانجح اكيد بانتظار الفيرسيون الجديده، بس فعلا ما كان فيها اي مشكله تذكر من وقت ما صدرت هالسياره خاصه مع الفيرسيون سبور وصولا لليوم، وبعدها اليوم من انجح السيارات بعالم اللوكسوري اس يو في. شايفين كمان قبل ما نختم الباك فيو من السياره مع سورتيات الكروم، اثنين سورتي كروم اكيد لعطوا الطابع الرياضي اكثر لهالرانج روفر سبور 2006 يلي معنا اليوم. مشاهدينا سعر هالسياره هو 36,900 دولار فقط، يعني
يعني لاحظوا قد ايه فرق سعر الرانج روفر سبور لما كنا ببدايه حلقتنا باوتو فوكس كان سعره بال 60 55 50 اليوم عم نوصل لسعر ممتاز هو 36900 دولار فقط لهالرانج روفر سبور وهو سعر اذا ممتاز جدا كل شخص حاب يحصل على السياره عليه يتوجه للام تي في ب 48 ساعه القادمه واكثر كمان ليستعرضها بشكل مباشر اكثر يشوفها يطلع فيها ويتفقد كل شيء داخلها وحتى من ناحية المحرك. إذا هي كانت سيارتنا لليوم عن رانج روفر سبور 2006. المزيد من السيارات بحلقات قادمة. دائما سيت بيلت تبهوا خلال القيادة وأهم شيء تبهوا على المفارق لأنه بعضنا بلبنان ما بنستعمل الإشارة كتير. فدائما خليكم حاطين مثل البريفنشن للسيارة اللي أمامكم إذا بدها تروح على اليمين أو على الشمال وبعده عنا مسافة طويلة لأنه بعد الإشارة مثل ما حكينا أوبشن زيادة ما بنستعملها بلبنان. إلى اللقاء بحلقة قادمة. Drive safe.